قولي لي بقى، انا عايزه ابارك لك اول حاجه، عروسه جميله الحمد لله، الف مبروك وربنا يهنيك يا رب. وعايزه اسالك في الخباثه كده، الاستقرار العاطفي بينعكس على الفنان ولا الفنان لانه بيشتغل مهنه التمثيل بيقدر يفصل ما بين عدم استقراره العاطفي وما بين مهنته؟ ده طبعا بينعكس على اي انسان، يعني اي انسان، ما بالك بقى الفنان، لان بيبقى مهنته كلها عقله ومشاعره دايما بنستخدمهم في شغلتنا يعني. صحيح. فلما يبقى في استقرار وفي هدوء بيبقى انت مركزه في الدور بتاعك، ما عندكيش بقى لخبطه تانية تركزي فيها. صحيح صحيح. فطبعا يعني الجواز عن حب في حد ذاته احساس رائع جدا حبيبتي، ربنا ولما ربنا بيديكي انسان، يعني انا بقول على تامر فعلا هديه ربنا ليا يعني بجد، يعني عارفه ما تحسي ان ربنا بعت لك حد يطبطب عليكي ويقول لك خلاص ما تشيليش هم. صحيح. يعني فده احساس بجد يعني، ودايما اقول له حتى بجد تسلم اللي ربت، لان تسلم الايادي. لا والله تسلم اللي ربت، لان الام عليها عامل كبير قوي يعني. صحيح. عشان كده دايما تبصي على اهل الشخص نفسه تكتشفي كل حاجة. يعني اللي تلاقي الحنية والطيبة والحب وكده، هم اللي حطوا الأساس بالظبط. يعني قصدي إما بتلاقي عيلة وأهل وكبير ما بتقلقيش، بتبقي حاسة باطمئنان. صحيح. وخصوصا التعامل والخوف والحب يعني والاحتواء عموما. بالظبط.